أنا آسف كرمال الله سامحني، أو فيني أقول يلا أنا آسف. هاي نوعين من الاعتذار، الاعتذار مثل مثلاً التسامح وهو واحد من الفضائل يلي بتعبر عن أخلاق الإنسان وما بتنقص من قيمته شيء أو ما بتحط من رتبته إذا كان فعلاً غلطان وإذا كان اعتذاره بمكانه صحيح. كمان الاعتذار صفة من الصفات يلي لازم نحاول نكسبها ونتعلم كيف نأديها كرمال نحن نكون بالسيف سايد بعلاقاتنا مع الناس، وأيضاً نعلمها لأطفالنا لأنه الأطفال أكثر ناس يمكن بيغلطوا بحق بعضهم. تماماً يا ورد، هذا الشيء صحيح. فبالمناسبات يلي بتطلب مننا الاعتذار بتختلف منها المواقف الطبيعية اليومية يلي بتطلب كلمات لطيفة، ومنها المواقف الجوهرية يلي بتحتاج لاعتذار عميق وصادق. ولأهمية هذا السلوك بفقرتنا لليوم رح نتعرف على إتيكيت الاعتذار مع ضيفنا الأستاذ فراس رمو الخبير بفن الإتيكيت. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح النور. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك سيد فراس. يعني مثل ما ذكرت أنا مثالين للاعتذار بالبداية، اعتذار I mean it بعني، واعتذار إنه يلا أنا مطلوب مني اعتذر فأنا عم بعتذر. قبل ما نفوت بالنوعين بفن الاتيكيت، شو يعني اعتذار؟ هلا كاعتذار في نوعين كمان من الاعتذار كاتيكيت بنعتذرون. الاعتذار عن شيء اللي هو رفض شيء معين، يعني مثلا أنا مدعو لدعوة فأنا بدي اعتذر عنها فأنا عم برفض هي الدعوة، هذا نوع. النوع الثاني هو الاعتذار اللي تفضلت فيه، إنه أنا عملت موقف خطأ فأنا بدي اعتذر عن الموقف يلي بدر مني أو يلي تصرفته. الاعتذار الأول احنا بنغلط فيه بشغلة إنه بنفكر إنه أنا ظلمة مثلاً اندعيت لدعوة أو انطلب مني شيء فأنا لازم ساوي، لا أنا ممكن اعتذر. هذا بيكون اعتذار بسيط، طبعاً أنا بعتذر مثلاً عن تلبية الدعوة ما قادر لبيها، ممكن يكون مع مجاملة بسيطة يلي هي مبرر. مهم جداً هذا الموضوع، مبرر. يعني أنا اندعيت لدعوة فواجبي انه رد على هالدعوه بالقبول او تمام. بالرفض فبيحق لي ارفض، هي هون الفكره انه نحن بنفكر ما بيحق لي ارفض، بيحق لي ارفض بس الرفض يكون بلطافه انه بعتذر عن الدعوه، عندي التزام معين وما لي مضطر برر او احكي كثير. فهذا كالجانب الاول. الجانب الثاني واللي هو موضوع حديثنا اليوم، انه انا غلطان بشيء معين فانا مضطر اني اعتذر. هلا الاعتذار هذا بيرجع للسيناريوهين خلينا نقول يلي تفضلت فيهم استاذ ورد، هنا بيرجعوا للحاله اللي نحن فيها. احيانا بكون انا فعلا مالي معتذر عن هذا، يعني نفسيا ضمنيا ماني مقتنع اني معتذر، يعني ماني مقتنع اني غلطان من الاساس بس مضطر اعتذر، اوكي بعتذر. في احيان لا، بيكون الاعتذار فعلا طالع من القلب، فهذا الشيء بيبين يعني من خلال التصرفات، من خلال الاسلوب يلي عم يتم فيه الاعتذار ببين إذا فعلاً هذا الشخص مو ما كان بإيده الغلط أو لا هو غلط ومقتنع بغلطه أو مقتنع بالتصرف اللي عمله إنه هو مو غلط. أغلب الأحيان لما يكون إحنا التصرف تبعنا خارج عن إرادتنا، يعني أنا غلطت بشغلة مو بإيدي، يعني تأخرت عليك مثلاً، طبعاً مو بإيدي، كان في ظرف معين، مواصلات، زحمة اللي هو أخرني، طب أنا هون الاعتذار مع المبرر الواضح تبعه رح يشفع لي. بينما لما يكون واحد غلطان هو من حاله بتصرف غلط، فبترجع لقوة هذا الاعتذار. قوة الاعتذار ببساطة أنه فعلا يكون طالع من القلب، يعني حسس الطرف الثاني أنه أنا فعلا معتذر. هلا هون في حالة دائما يعني خلي لك تربينا عليها، أنه مو الفكرة بأنك تقول أنا آسف أو أنا بعتذر أو كذا، هي الشعور والإحساس، أنه feel it don't say it، ما الشغلة مو بس أني أقولها، لا بدي حس بهذا الذنب. وهي اكثر شيء متعامل فيها مع الاطفال، انه ما يكرر الغلط، ما بيهمني يجي يعتذر مثلا ولا يقول انا اسف ولا كذا، لا بيهمني ما يتكرر هذا الغلط. فهذا اهم من الاعتذار بحد ذاته، انه انا فعلا اكون عم طبق الاعتذار. لهيك ممكن بعض الاشخاص اللي عم يسمعونا هلا يقولوا لك انه انا مو شرط اعتذر، ممكن بالمره القادمه ما اتصرف بشكل خاطئ او ممكن يسيء لهذا الشخص المقابل. بالمقابل كمان في اشخاص ما بتقبل الاعتذار، بيكون في عندها مشكله او ممكن هي لانه هي ما بتغلط بحق حدا فممكن ما بتسامح او ما بتقبل هذا الاعتذار، بهي الحاله انا شو لازم اتصرف؟ هلا هي بترجع حسب الغلطه، في اغلاط فعلا لا تغتفر يعني. وفي مواقف بتكون وحسب طبيعه العلاقه كمان بين الطرفين،
بتكون في شغلات يعني مو مسموح فيها الغلط. فلهيك في اخطاء قد ما اعتذر عنها الشخص لو ما لو كان فعلا اعتذار حقيقي نابع من القلب، نابع ولكن من القلب وتصرفاته فعلا تغيرت، بس الجرح ضل معلم يعني، او ضل في حال انه احنا ظلت اخذ هذا الموقف يعني. الموقف اللي صار ما بينتسى مثلا. اوكي مرقنا كملنا الحياه بدها تستمر. صحيح. بس في موقف صار ضل مسجل تمام. هذا الشيء كمان لازم ينتبهوا له كثير بعض طبعاً. الاشخاص انه هي الشغله مو بقى صفت مثل ما قلت اعتذار، فعلا في مواقف في قصص بتصير ما بنقدر نسامح عليها تمام. وما بتنتسى وبظن بدها وقت لتمرق تمام. يعني هي مثل ستوريات الانستغرام والفيسبوك. انا اغفر لكن لا اسامح. لا اسامح طبعا. انه خلص الجرح معلم. كرمال هيك انا برجع باكد لا تغلط من الاساس عشان ما تضطر تعتذر تمام. وتشوف علاقتك تغيرت مع الناس، وجل من لا يخطئ طبعا. بكل الاحوال خلينا نروح للاعتذارات اليوميه. انا طالع بالباص مثلا ضربت حدا بالغلط، انا وماشي، انا مثلا بالجامعه هذا الموقف الرومانسي اللي بنشوفه، وقع كتاب نزلوا ليلمون سوا، انا عم بعطس بمكان عام، انا مثلا اجاني تليفون وعم بحكي بصوت عالي، كيف بدي اقول سامحوني انا اسف ما كان بقصدي يوميا هاي القصص الصغيره. هلا الموقف الرومانسي رح نستثني لانه مقصود. اوكي مقصود. هذا مقصود، هذا في من وراء غايات. سامحيني كان بدي فرصه لاتعرف عليكم وما لقيت غير هالموقف. تماما. اي مواقف يوميه ثانيه هو اعتذار بسيط، عفوا بعتذر كذا بكلمه بسيطه وبتمرق، لانه هي اساسا الحادثه كانت عارضه يعني. أوكي. مثل ما تفضلت حدا مثلا طرقت بحدا بالغلط، دفشت حدا، عطست مثلا، سعلت كذا، اللي هو هذا اعتذاره بسيط بيمرق يعني يغتفر. الاعتذار يلي بالحياه اليوميه عاده اساسا ما بنوقف عنده يعني ما بنشعر فيه حتى، بس تكراره يعني تكرار هذا الشيء بشكل انه معناتها هي عاده عند هذا الشخص. يعني كل شوي تخيل حالي انا طالع من 8 الصبح يا نور لارجع لبيتي 6 المساء مثلا مقضيه، انا اسف بعتذر تمام. انا اسف اسف بعتذر. إيه لا هون انت عندك مشكله انت تماما، مو القصه انه انت لبق تمام. فالمشكله هي ما عادت لباقه، مشكله اخطاء تصرفات. معناتها انت عم تضطر من الصبح للمساء تتصرف تصرفات غلط لتقضيها اعتذارات. كثر الاعتذار بخفف من قيمه الشخص وقدره، فيفضل دائما انه احنا ما نعرض حالنا لمواقف نعتذر فيها، او على الاقل لما بدي اعتذر يعني ما كتير يكون مكرر الموضوع. يعني في اشخاص تبع بكر 30 اسف ورا بعض مثلا، انه خلص يعني اعتذار لطيف واحد بيمشي الحال، لو بيرجع بعد شوي بيقول لك سامحتني ولا لسه؟ لا اله الا الله. خلص خلصت القصه مرقناها كذا، لا هو بيضل عم يكرر اعتذاره، طب هذا التكرار عم يخفف من قيمة هذا الشخص تماما. ممكن فينا نعتبره انه هي سمة بهذا الشخص، انه خلص اخذها عاده انه اسف بعتذر شو لازم اعمل ما بعرف. طيب خلينا ننتقل للاشياء الثانيه، انا اليوم غلطت بحق حدا، انا كيف لازم اتصرف؟ شو الاشياء لازم قوم فيها لحتى اعتذر؟ ممكن اروح لعنده، ممكن اشوفه، ممكن على السوشيال ميديا اتواصل معه، ممكن تليفون، شو الشيء الصحيح المناسب السليم لحتى فعلا انا اقدم اعتذاري واشرح الغلط يلي قمت فيه؟ هلا بدي اعمل شيء يناسب حجم الكارثه او المشكله يلي صارت. يعني مثلا انا غلطان بحق حدا، اجي ابعت له مسج ما زبطه، يعني هذا بده يصير في صد ورد صد ورد صد ورد، رح يصير صد ورد، وكمان رح يصير انه هذا الاعتذار يعني ما ورجيته انه انا هذا الاعتذار طالع فعلا انا نابع. يعني ما بدي اقول لك متكلف بهذا الاعتذار، بس يعني على الاقل على الاقل بذل شويه جهد. اما اني بس ابعت مسج والله انه ما تواخذني والله مثلا المزحه اللي مزحتها معك. طب ممكن في بعض الاشخاص بيخافوا من المواجهه استاذ فراس، يعني في اشخاص انه ما بيقدروا يواجهوا لحتى يعتذروا، بدنا نتجرأ عليها كرمال تنحل القصة يعني. يعني ما بحب يكون في مواجهة. بدنا نتجرأ عليها لتنحل القصة، ودائما بهي الحالات كونه المشكلة كبيرة دائما نلجأ للصراحة، لأنه أي شيء لف ودوران أو كذب رح يزيد أو شيء رح يزيد بلا، وحبل الكذب قصير يعني، بنكون بمشكلة بصير بمشكلة. خلينا نحكي على بساط أحمدي مثل ما بيقولوا، حتساعد بموضوع الاعتذار يعني، حتساعد بتقبل الطرف الثاني لما أنا أجي له بصراحة أنا نسيت مثلا، بالذات بالعلاقات الرسمية بالمناسبات بالكذا، أنه أنا نسيت أنه اليوم عيد ميلادك مثلا وكذا، بتمرق. أنا صار معي موقف معين لما عم حاكيه بصراحة
تنحل القصة أسرع. ما بفتح واتساب فيسبوك نبلش هيك دردشة نبلش هلا بدي يبل إجباري ما حترجع كمان المي لمجاريها فورا يعني بدها شوية وقت لبين ما نرجع مثل الأول. بس بالنهاية طالما كان في اعتذار طالما انقبل من الطرف الثاني كان في صراحة رح تنحل الأمور بشكل أسرع. تمام. نرجع للإتيكيت وهذا العلم الراقي جدا. بالإتيكيت أنا لما بدي أعتذر من حدا لازم أجيب هدية لأعتذر؟ يعني منلاقيهم بين الخطيب وخطيبته على طول هي أصلاً بتحرد كرمال يعتذر يجيب هدية مثلاً عم بحكي. لازم أنا مثلاً يكون في بطاقة للإعتذار. اليوم عم نشوف دول عم تتخانق بين بعضها وبيكون في صلح وسلام بيناتهم. في إحدى الدول مثلاً بعد 50 سنة عم تعتذر من دولة تانية إنه نحنا كنا محتلين لإلكون وكنا مستعمرين لإلكون. كمان على المستوى الدبلوماسي في اعتذار طبعا. كيف بيكون اتيكيت الاعتذار بين شخصين وبين أكبر بين جماعتين مثلا؟ هلأ بين شخصين أو أكبر موضوع الهدية ما له ملزم أبدا. يعني ما له ملزم لأنه أنا بدي اعتذر منك جيب لك هدية. بس هي بترجع للموقف وهي الهدية أساسها مو كرمال قبول الاعتذار. هي كرمال نعمل شيء مثلا عوض الزعل. يعني مثلا انت زعلان مني انا بدي اعوضك بشيء فرحك فيه. تمام. ف باكيت ماني مثلا. تماما. فليك رح ترجع للباكيت ماني فرح تكون في هديه. فالهديه هي فقط لتعويض الزعل يلي صار. بالموضوع الدبلوماسي يختلف. هلا بالدبلوماسيه بتلاقي لما يزعلوا من بعض كدول تعبيرا عن هذا الزعل بيرجع له الهديه. يعني شفناها بعده دول دبلوماسيا. دولة صارت على خلاف مع دولة تانية بيرجعوا لهم هدية. يعني اعتذاركم مو مقبول وهديتكم هي مرفوضة. هي تمام انه الهدية مرفوضة. يعني العلاقة ما عادت مثل الأول. بعكس الحالة الثانية وقت الصلح احيانا اثناء الصلح ممكن يتهادوا. هدية رمزية كرمال يعبروا انه خلص نحن رجعنا أصدقاء أو نوع مثل ما قلنا كتعويض عن الخلاف اللي صار. تمام. وكمان نحن إذا ما حبينا الاعتذار والهدية ما بدنا إياها ففينا كمان نرفضها مشان نوصل للشخص المقابل إنه نحن الاعتذار مرفوض والهدية كمان مرفوضة. تمام. بس هون ما عدنا حلت المشكلة. ما عدنا حلت المشكلة خلاص. بدنا نشكرك لوجودك معنا لليوم على المعلومات الحلوة المهمة أخذناها منك ببداية هذا النهار. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. شكرا كثير سيد فراس. أهلا وسهلا فيك.